الملائكة عليهم السلام، الملائكة عليه السلام لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ملائكة تنلاي كمين ست كمين لتبهيب بنكات أوي كروب يان لغ لين تاي كا أنيات أمبي الله سبحانه وتعالى. وهم يخافوا من الله سبحانه وتعالى. هاي بوكي خلاد جنبو الله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن لأحد أن يعبد الملائكة عليهم السلام. دوشنا من عاد لازم رابنا نعمل 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 نعبد من؟ الذي خلق الملائكة عليهم السلام. لا دا بنكر ملائكة عليهم السلام.